تقدر يكسب. عندك أجايه وعندك حمدي فتحي وعندك ياسر إبراهيم. شايف مين أكتر لاعب في الثلاثة دول ممكن يكون مؤثر في غيابه بالنسبة للنادي الأهلي؟ مين تاني كده ماشي؟ أجايه، حمدي فتحي، وياسر إبراهيم. شريف؟ أجايه، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم. لا طبعا انت عايزه من ناحيه يبقى ماشي. لا ده بقول لك مين اللاعب اللي في غيابه فعلا هيأثر على فرقه النادي الاهلي في وجود اللعيبه اللي موجوده. يعني مين اكتر واحد ممكن مش مؤثر جدا يعني بعيد عن اي لاعب تاني خالص. لكن انت بتتكلم عن محمد الشناوي، انا بعتبره نص الفريق. حتى انا هقول لك على حاجه، ان الزمالك بعد ما علم باصابه محمد الشناوي وتاكد ان محمد الشناوي مش هيلحق بالمباراه، الزمالك بعد ما كان رافض تماما الحكم المصري ومصمم حكم اجنبي، كان يعني قريبا انه هو يطالب بتاجيل المباراه، رجع تاني في قراره تماما وبدا. طب علي لطفي قادر ان هو يسيب بيطالب دلوقتي من المباراه تتلعب ارض المباراه تتلعب بحكم مصري حكم مصري. فانا شايف محمد الشناوي اكتر اللعيبه في النادي الاهلي اللي هي غيابها هيأثر فين؟ باقي اللعيبه مش يعني ايه زي اللعيبه بقى الاساسيه. لو هتكلم بقى عن قفشه هتكلم عن معلول، هتكلم عن محمد شريف، هتكلم عن كهربا، بعض اللعيبه الاساسيه. لكن في لعيبه كتير زي مثلا فتره فاتت كهربا مصر كان يعني ما كانش متواجد مع الفريق، لكن كان في بديل زي محمد شريف شغال موجود، طاهر محمد طاهر موجود. طب علي لطفي قادر ان هو يسد فراغ محمد الشناوي؟ علي موجود احتمال كبير يلحق المباراه. هو كان طبعا مصاب ورجع من مصابه وشارك في التسجيلات، احتمال كبير جدا مباراه. وانا هم مؤثر جدا طبعا في الجبهه الشمال، ولعيب مستواه ثابت وكمان لعيب خبره. وعايز اقول لك ان مباراه الاهلي والزمالك العامل الاساسي في المباراه بيكون عامل الخبره. دايما الاهلي بيتفوق على الزمالك في الماتش ده او في المباراه دي بالخبره. لو افتقد للخبره هتلاقي حتى مثلا وليد سليمان، وليد سليمان دايما بعيد عن المباراه، لكن وليد سليمان لما بيرجع النهارده تقدر يسجل هدف في الشوط الاول، موجود عنده الثقه. بس ما كانش خلي بالك برضه ان كارتيرون هو اخر من فاز على النادي الاهلي في فرقه نادي الزمالك. مين؟ كارتيرون. هو اخر مدرب قدر ان هو يفوز على النادي الاهلي لفرقه نادي الزمالك. يعني نقاط القمه قصدي ان كابتن هو القصه بالنسبه له. يقدر يقرا المباراه كلها. كابتن من المميزات اللي عنده ان هو المباريات الكبيره بيقراها بشكل كويس جدا. شوف مباراه الترجي في مباراه العوده، هو ده ميزه كابتن. عشان كده انا بقول الماتش الجاي ماتش صعب جدا على الاهلي والزمالك، على الاهلي اكتر من الزمالك. لان الاهلي الزمالك في تصاعد. يعني الاهلي في مستواه في تصاعد من لحظه وصول كارترون، ففي تصاعد مع المستوى مع اداء الزمالك. وزي ما قلت لك برضه ان كارترون ممكن العكس. قصدك العكس يا استاذ علاء؟ يعني قصدك ان الزمالك هو اللي في تصاعد بالنسبه لمستوى الاهلي مستقر بقى له فتره وقادر ان هو يفوز في كل حاجه هو بيمارس فيها. يعني ممكن تبص للزمالك، الزمالك هو اللي في تصاعد بالنسبه للمستوى. ما هو الزمالك لو استمر مع كارترون بنفس الاداء وبنفس المستوى، الزمالك هيكون في صفه اكبر جدا جدا في المباراه. انا شايف كده يعني. بس هي كانت هتبقى اقرب للتعادل. يعني نتيجه مباراه الاهلي والزمالك في الفتره الجايه انا بعتبرها تعادل، هو هيكون اقرب للنتيجه الحاسمه في المباراه. وان كان بالضبط الزمالك اتفوق في المباراه لانه الاكثر جاهزيه والاكثر فنيه في الفترات الايه في الفترات الاخيره. المتوقع ان الزمالك هو ممكن يفوز بالمباراه. ممكن اكتر من الاهلي، اكتر نسبته اكبر الاهلي، خصوصا في غياب محمد الشناوي. في غياب محمد الشناوي طبعا، وفي وجود كارترون هيكون عامل مؤثر جدا على الاهلي. وفي وجود كارترون وجود علي لطفي لاعب يعني طبعا برضه بنتمنى له التوفيق وكل حاجه، لكن غياب محمد الشناوي في منطقه اخرى. وبالتالي غياب محمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شبير حتى يعني من ضمن الحاجات ان الاهلي بيبحث عن حارس مرمى بديل يتعاقد معاه خلال الفتره المقبله، لان هو شايف برضو ان الاهلي محتاج بديل على مستوى محمد الشناوي. وفي كلام طبعا عن اكثر من لاعب يعني او اكثر من حارس في التعاقد الفتره القادمه مع النادي الاهلي. طيب خلينا نروح برضو المشكله معانا على كرسي ذا فويس ايجيبت. حقق حلمك، صوتك حلو، بتعرف تغني، بتعرف تقلد كاركتر ممثل او مطرب مشهور. برنامج ذا فويس ايجيبت بيقدم لك فرصة ذهبية. دلوقتي تقدر تشارك معنا في برنامج The Voice Egypt. للمشاركة لجميع الأعمار كلمونا على 011-041-60-317. The Voice Egypt، انت النجم.